بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كالعادة دائما دروس وشروحات بسيطة وسريعة، هذه المرة مع طريقة نشر منشور على الفيسبوك بلغات متعددة أو حسب اللغة التي يستعملها المستخدم ويشاهد ويتابع منشوراتك عبرها. كيف نقوم بذلك؟ نذهب إلى حسابنا مثلا في الفيسبوك، ثم إلى إعدادات، داخل إعدادات نذهب إلى اللغة. في اللغة سنجد في الأسفل منشورات بلغات متعددة، هذه الخاصية الجديدة في الفيسبوك. الآن هي متوقفة، أقوم بالضغط على تعديل ثم أقوم بتشغيلها، حفظ التغييرات. الآن هذه الخاصية مشغلة في حسابي على الفيسبوك. طبعا هذه الخاصية تشتغل في الحساب الشخصي أو البروفيل وليس الصفحات الكبيرة الأخرى. سنجرب نضع منشور ونشاهد النتيجة. نذهب إلى حسابي، أكتب مثلا منشور باللغة العربية مرحبا. الآن ستجد في الجهة اليسرى اليمين اليسرى في الأسفل كتابة المنشور بلغة أخرى، هذه الأيقونة الصغيرة نضغط عليها. نحدد اللغة الثانية، مثلا أحدد الإنجليزية. سيقوم تلقائيا مترجم فيسبوك بترجمة الكلمة للغة العربية إلى الإنجليزية. كما يمكنك تعديل هذه اللغة الإنجليزية إن كانت جملة كبيرة وكانت الترجمة سيئة. يمكنك إضافة لغات أخرى، مثلا أضيف لغة فرنسية. أذهب إلى اللغة الفرنسية. كذلك المترجم قام بترجمة هذه الكلمة إلى اللغة الفرنسية سالي، كما يمكنه تعديلها كذلك. ثم أضغط على نشر. ظهر المنشور باللغة العربية لأنني أستعمل اللغة العربية. كما يمكنني عرض اللغة أخرى كذلك إنجليزية، فتظهر المنشور باللغة الإنجليزية. كان هذا الدرس السريع. في الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.